مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. النهاردة معانا فقرة مميزة جدا هنتكلم فيها عن ريادة الأعمال وعن مؤتمر رواد الأعمال العرب اللي بيعقد في الأسكندرية خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الحالي. هنتعرف على المؤتمر وعلى أهدافه وعلى أهم الوفود المشاركة في المؤتمر. أسئلة كتير جدا هنعرفها من ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو الكاتب الصحفي سامح النساج المستشار الإعلامي لاتحاد رواد الأعمال العرب. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذه ايمان. صباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه عايزين حضرتك تكلمنا عن المؤتمر ونعرف المشاهدين بيه. هو طبعا ده المؤتمر الثاني تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي لرياده الاعمال في الوطن العربي. وطبعا المؤتمر الاساسي الاول كان عقد في 17 اكتوبر من العام الماضي. وده كان مؤتمر تاسيسي للاتحاد. يعني الاتحاد عمره سنه. وعقد في القاهرة، لكن ده المؤتمر الثاني عشان ناخد فيه خطوات في ريادة الأعمال. تمام. في الوطن العربي كله. المؤتمر طبعا بيعقد في الإسكندرية. وفي وفود مشاركة من أكثر من 10 دول عربية. وطبعا في وفود رسمية بجهات حكومية، مثلا وزارة التعليم العالي في العراق، وفد مع رجال أعمال، ووزارة التعليم في السعودية، ووفد من أكاديميات عربية، وبيرعى ايضا في جهات راعيه حكوميه وجهات زي جامعات اكاديميه زي جامعه القاهره، جامعه المنيا، جامعه بنها، فاهماني؟ وبيضم برضو رجال اعمال مصريين ورواد اعمال غير رجال الاعمال. ايه اللي اختلف في المؤتمر السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ السنه دي احنا عايزين ناخد خطوات ايجابيه ان احنا نطور رياده الاعمال، بمعنى ان احنا نجيب متخصصين عشان سواء اكاديميين او سواء رجال اعمال عشان يقولوا اهم العقبات على ارض الواقع، وكمان علشان نخلق فرص عمل ومشروعات حقيقيه تنعكس على الاقتصاد المصري وتنعكس على الشباب وتنعكس على المجتمع بصفه عامه. يعني العام الماضي طبعا المؤتمر اكيد خرج بفعاليات، هل تم تنفيذ اي شيء من الفعاليات دي على ارض الواقع بالفعل؟ احنا السنه دي يعني واخدين فكر جديد، يعني احنا هنعمل في شهر يناير حاجه اسمها المنتدى الاستثماري الاول. المنتدى الاستثماري الاول ده معني بان احنا ناخد التوصيات التي تتم في المؤتمر وناخد اهم المشروعات التي ستطرح، لان في رجال اعمال هيطرحوا مشروعات فهنقوم بدراستها واعداد دراسات الجدوى، وفي شهر يناير هنعلن على ارض الواقع اهم المشروعات اللي هتتم وكيفيه تنفيذها. تمام. يعني مش بس هيبقى اي يعني قرارات بتتاخد، لا هيتم تنفيذها على ارض الواقع. لا نهتم، لا نكتفي بالتوصيات. طبعا في مؤتمرات كتير بتعقد، لكن احنا يهمنا في الاساس ان احنا ننفذ على ارض الواقع. كمان احنا يهمنا ان احنا ننفذ ده في مصر، يعني احنا بنستقطب رجال اعمال من خارج مصر ومصممين المؤتمر يعقد في مصر علشان الظروف اللي بتعيشها بلدنا والاقتصاد والشباب اللي مش لاقي شغل، فاحنا لازم ده واجبنا كاتحاد. وكمان احنا كاتحاد لنا صفه رسميه ان احنا ناسس شركات ونعمل مشروعات من تبع هيئه الاستثمار، فاحنا بناخد المشروعات ونتمم ده على ارض الواقع سواء من خلالنا او سواء ان احنا نعد دراسات الجدوى للمستثمرين. تمام. معانا دلوقتي المهندس احمد ابراهيم رئيس اتحاد رواد الاعمال العرب. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ ايمان. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ احمد. عايزين نسال حضرتك، ما هو دور اتحاد رواد الاعمال العرب المجتمعي في تنميه المشروعات وتنميه رياده الاعمال؟ مؤتمر او اتحاد رواد الاعمال العرب هو الاتحاد معني بتطوير مفهوم رياده الاعمال وتسليط الضوء على البحث العلمي في تخصص رياده الاعمال، يمكن لان النقطه دي مهمشة شوية في البحث العلمي. فالاتحاد هو الدور الأساسي في تطوير وتأهيل الشباب على مفهوم ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وماذا بعد المؤتمر؟ احنا إن شاء الله في شهر يناير القادم بعد المؤتمر بيتم تنفيذ المنتدى الاستثماري الأول، والمنتدى ده سيتم تنفيذه، هو منتدى تنفيذي وليس شو، هيتم تنفيذ فيه المشروعات والتوصيات الخاصه بالمؤتمر، بحيث ان احنا لما يكون في المؤتمر عده مشروعات مطروحه وعده اوراق عمل مطروحه بالفعل هيتم تنفيذها من خلال المنتدى الاستثماري الاول. تمام. استاذ سامي حضرتك عايز تسال الاستاذ؟ لا استاذ احمد الباشا، يا باشمهندس ممكن تقول لنا اهم المحاور بالنسبه للمؤتمر لو تكرمت؟ يعني اهم محاور المؤتمر بنتكلم على المحور الاساسي الرياده واداره منظمات الاعمال. منظمات الاعمال بتبدا من مؤسسه الرئاسه وتنتهي بالشركه الصغيره او جمعيه الصغر، عن الرؤيه في
تطوير مفهوم ريادة الأعمال، إيه اللي قدمته الجهات ديت، وبنسلط الضوء على أهم المشروعات اللي تم تنفيذها من خلال أو بتوجيه من سيادة الرئيس. النحو الثاني بيتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات التنمية والتطور. المشروعات اللي قامت أو اللي اشتغلت في الفترة اللي فاتت أكيد قابلت مشاكل وأكيد هنقدم لها الحلول في المؤتمر. المحور اللي بعده بيتكلم على التخطيط الاستراتيجي لمنظمات المجتمع المدني، ودي بيشارك فيها الاتحاد الإقليمي والمؤسسات والجمعيات الأهلية. والمحور اللي بعده بيتكلم عن المشروعات الصغيرة، دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، ودي بيرعاها بنك التنمية الصناعية والعمال المصري كجهة تمويل مصرفية. بعد كده بنتكلم عن دور الجامعات العربية والمؤسسات الأكاديمية في دعم البحث العلمي بين الواقع والمأمول. تمام. مهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد أعمال العرب، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن المؤتمر وعن أجندته. هل بيعقد المؤتمر خارج مصر ولا في مصر فقط؟ احنا حتى الان طبعا ده المؤتمر الثاني زي ما قلت لحضرتك، احنا مش مستهدفين حاليا ان احنا نخرج خارج مصر، لان احنا مستهدفين ان احنا نستقطب رؤوس الاعمال الاموال اللي تيجي لمصر، وان مصر تكون رائده حتى في رياده الاعمال. ورياده الاعمال بتشمل حضرتك كمذيع او انا، او يعني مش لازم رجل اعمال، كل شخص رائد في مجاله كيف يؤدي دوره بشكل علمي ويحصل على التدريب الكافي والتأهيل العلمي، ده لتنمية المجتمع بشكل بالزبط. عام، مش بس فئة واحدة بس عندنا هي اللي دور كمان هنتكلم عنها. للمنظمات المجتمع المدني، ودور عن صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور البنوك والمؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الصغيرة. وكمان المرة دي كمان عندنا منصات لذوي الإعاقة، بنسميها فرسان الإرادة، بمعنى أن فرسان الإرادة أن هم أصحاب المشروعات اللي لم تلقى الدعم الإعلامي، احنا بنقدمهم للمستثمرين وبنستضيفهم على حسابنا بدون أي تكلفة، بحيث ان احنا يسوقوا منتجاتهم من خلالنا، ويكون احنا الوسيط بينهم وبين رجال الأعمال وبينهم وبين الحكومة او بينهم وبين أي. طيب والشباب بصفة عامة ازاي تقدروا توفروا لهم فرص عمل؟ طبعا الشباب هم المحور الاساسي بالنسبه للمؤتمر وبالنسبه للاتحاد، لان احنا عندنا كجهات مسؤولين في الاتحاد شباب كتير، بالاضافه كمان المشروعات اللي بتتم الاساس اللي بتاع العائد بتاعها بيعود على الشباب، لان أكيد. يعني اي مشروع في الاساس بيستهدف يعني فرص عمل للشباب. فاحنا بنشوف بيئتنا من خلال الدراسات اللي بتتم سواء مع جهات اقتصاديه او جهات اكاديميه زي جامعه القاهره أو جامعه بنها او جهات اخرى، دراسات الجدوى اللي بتتم للمشروعات اللي بيحتاجها المجتمع، وده بينعكس على الشباب من خلال فرص العمل زي ما قلت لحضرتك. وكمان مش بس الشباب ذوي الاعاقه، يعني الشباب والشباب ذوي الاعاقه كمان طبعاً. اكيد بيقدموا طبعا دراسات جدوى وبيبداوا بمشاريع صغيره. المشاريع احنا الصغيره عايز اقول لحضرتك يعني مثلا احنا ممكن لو في رجال اعمال بيحب يعمل مثلا مشروع من خلال الاتحاد، احنا نقدر ننفذ ده، لان احنا لنا صفه ان احنا ناسس ده زي ما قلت لحضرتك. ولو هو حابب ان هو يعمل مشروع يعني بعيد عننا، احنا بنقدم له الدراسات الكامله للمشروع، وبالتنسيق مع بعض الجهات الحكوميه يعني بنقدم له اهم المشروعات او اهم الفرص المتاحه للاستثمار في مصر، سواء رجال اعمال عرب أو، لان احنا بننسق ان احنا ندعو معانا، يعني بتبقوا عارفين ايه اللي ناقص مثلا في السوق المصري بالظبط، لان احنا عندنا اكاديميين عندنا دراسات يعملوا مشروعات دراسات متخصصه بتتم في هذا الخصوص. وكمان احنا بننسق مع الجهات الحكوميه الوزارات المعنيه، بحيث لو في مستثمرين عايزين مشروعات بنوجههم للجهات الحكوميه، او بنطلب مسؤولين حكوميين يجوا يتحدثوا معانا في المؤتمر عشان يبقوا في حلقه وصل بينهم وبين المستثمرين الموجودين وبينهم وبين الشباب، بحيث ان الشباب كمان دور صوتهم يوصل للمسؤول. يعني هيك بتوصل الشباب للمعنيين باي حد ان هو انا بوصلهم يقدر ان هو لرجال الاعمال المستثمرين، بوصلهم للمسؤولين، يعني انا وسيط بينهم وبين سواء المسؤول او سواء رجل الاعمال، واكيد ده بيسهل عليهم طبعا كتير جدا. طبعا يعني وجودهم معانا، لان الاتحاد زي ما انا قلت لك يعني بيحضر معانا عدد كبير من رجال الاعمال من 10 دول عربيه، وكمان من مصر بيبقى في مسؤولين ورعايات حكوميه سواء اكاديميه او حكوميه خاصه، فده فرصه بالنسبه لهم ان الشباب يلاقي ده كله متواجد في مؤتمر واحد اكيد، فدي فرصه بالنسبه لهم. وكمان احنا بنتبنى مشروعاتهم لاصحاب المشروعات، وطبعا المشروعات مش لازم تكون مشروعات تحتاج رؤوس اموال ضخمه، لا بس ممكن مشروعات صغيره مشروعات وبعدين بعد كده بتتطور مشروعات صغيره طبعا بالظبط. يعني انا قصدي انا بشجع صغار المستثمرين وشباب المستثمرين. طيب الشباب بيقدموا للمشروعات ازاي؟
لا الشباب احنا من خلال الاتحاد، طبعا احنا لنا مقر الاتحاد في القاهره وفي الاسكندريه وعده فروع، وكمان لنا فروع في اكثر من 8 دول عربيه، فاي حد عنده فكره او مشروع بيقدمها لنا بيقدمها. وبتقبل كل الافكار اللي موجوده احنا ولا عندنا يعني بتشوفوا مثلا الافكار اللي احنا محتاجينها او اللي احنا تقدروا كاتحاد عندنا جهات داخل الاتحاد بتقدر تعمل دراسه جدوى للمشروعات دي، هل هي فعلا قابله للتنفيذ على ارض الواقع او لا، وايه العقبات اللي ممكن تواجهها وازاي احنا نزل العقبات دي. المشروع اللي بنلاقي ان فعلا دراسه الجدوى بتقول ان هو هيكون نافع للمجتمع ومفيد للشباب، هيحقق عائد بالنسبه لهم، اكيد احنا بنساعدهم فيه. في مشروعات مبتكره بتتقدم، في فكره قدمها مثلا كرسي لذوي الاعاقه بيلقط زي هو عايز يقول ايه وبتتكتب على الكرسي، اختراع عملوه بس مش قادرين ينفذوه مثلا، دي فكره مطروحه، فانا بجيب اهم الاختراعات اللي تمت وازاي ينفذوها وبعرضها سواء على رجال اعمال يتبنوا الفكره، او سواء احنا كاتحاد نقدر ننتج الفكره لان احنا نقدر نعمل ده، او سواء الحكومه تتبنى الفكره، فاهماني؟ غير كده غير ان المشروعات كمان احنا لنا جانب تدريبي ان احنا بنؤهل الشباب على رياده الاعمال. يعني احنا مثلا بنعمل بروتوكولات تعاون مع جامعه بنها، مع جامعه القاهره، مع جامعه المنيا، مع جامعات تانية، ان احنا بنروح للطلبه في الجامعات دي ونؤهلهم على دورات ازاي التخطيط الاستراتيجي، الطالب يبقى عنده فكر يخطط في اي كليه عموما، في اي كليه وغير الكليه، يعني قصدي احنا واللي عايز يعمل دراسه جدوى في دورات لكيفيه اعداد دراسه الجدوى وكيفيه التخطيط وكيفيه التاهيل، فاهماني؟ فاحنا يعني لنا دور تاهيلي وتدريبي ولنا دور استثماري من خلال المشروعات اللي احنا بنعملها. تمام. طب نتكلم عن اهم الوفود المشاركه في المؤتمر والتوصيات اللي هيخرج بيها المؤتمر وكيفيه تفعيلها. طبعا بالنسبه للوفود انا قلت لحضرتك ان في وفد من دوله العراق بوزير التعليم العالي ورجال اعمال، وفد من السعوديه، وفي وفد المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا من الامارات الدكتور عبد الله النجار، وفي وفد من المغرب ووفد من تونس، يعني من حوالي 10 دول هيكون في وفود ممثله. بالاضافه طبعا لمصر في زي ما قلت لك جامعات اكاديميه وفي جهات حكوميه وفي رجال اعمال مستقلين وفي شباب، يعني احنا جايبين شباب من جامعات كمان طلبه احنا مستضيفينهم على حسابنا عشان يحضروا ويبقى يشوفوا الفكر اللي بيطرح في المؤتمر. يعني بالنسبه ما بعد المؤتمر زي ما انا قلت لحضرتك مسبقا ان احنا مش بنكتفي بتوصيات لان المؤتمرات كتير بتعقد، لكن احنا من خلال المنتدى الاستثماري اللي هيتم هيطرح على هامش المؤتمر ده وقته يعني مشروعات حقيقيه فعليه يجب تنفيذها. فطبعا انا في شهر اكتوبر الحالي هاخد المشروعات وخلال 3 شهور هيكون تم دراسه الجدوى بالنسبه لها، وفي شهر يناير اقدر اعلن المشروعات على ارض الواقع، يعني ايه اهم المشروعات اللي انا فعلا هنفذها في مصر بشكل فعلي. طب نقابل حضرتك في يناير طبعا ونشوف وتحضروا معانا في المؤتمر انتم مدعوون وكل وسائل الاعلام، طبعا نرجو ان وسائل الاعلام تكون داعمه للاتحاد وللمؤتمر، لان المؤتمر ده بينعكس على الاقتصاد المصري وبينعكس على المجتمع المصري وبينعكس على الشباب بصفه عامه، لان ده دورنا جميعا، ما نعتمدش على الدور الحكومي فقط. اكيد انت ده الاساس بالنسبه لنا، ان احنا لازم يكون لنا دور ونبحث عن فرص بديله لواجهه التحديات اللي بتواجهنا كمجتمع وكعالم عربي بصفه عامه وكمصر بصفه خاصه. الكاتب الصحفي سامح النساج المستشار الاعلامي لاتحاد رواد الاعمال العرب، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا خلصت فقرتنا بس لسه مكملين معكم باقي فقرات. نهارك سعيد.